يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يعد من الاستحلال التردد على بنوك الربا أو فتحها أو تكرار عمل الكبائر؟ لا، ما يعد من الاستحلال، يعد من ارتكاب الكبيرة، يعد من ارتكاب الكبيرة. الاستحلال لو قال الربا حلال، لو قال إن الربا حلال هذا هو الاستحلال، أو كتب أو أفتى بأن الربا حلال بجميع أنواعه وأنه انتهى التحريم، هذاك في عصور مضت، العالم اليوم تغير، هذا يحكم بكفره، هذا يحكم بكفره. أما مجرد أنه يأخذ الربا أو يتردد على البنوك أو يودع فيها أو يستثمر فيها فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يحكم بكفره حتى يصرح بأن الربا حلال وأنه ليس هناك ربا. نعم.